عسلامة مدى. عسلامة بنتي، بيسعليك. الله يخليك، عايشك. قبلنا روحك. سامي عيادي، أستاذ مدارس ابتدائية، معلمة في المدرسة الابتدائية. مرحبا بيك مدى محذينا. اخترنا اليوم باش نحكيو على مشاكل المراهقة، مشاكل الطفل المراهق في تونس. الطفل المراهق في تونس هو بيدو يتجاوز بصعوبات برشا. علاش؟ خاطر شوية صعوبات من العائلة هي تعيش فيها، الضرب، ضغط مادي ووضع، خاصة من 2011 معناتها مراهقين من 2011 فما فوق، معناها تعرض لصعوبات كبيرة، وحتى الدولة ما اهتمتش بها، فهمت، اهتمت بالسياسات وبالأمور. اللي هما شنو المشاكل؟ خلينا نطرحوا المشاكل. مشاكل هو يحب، مشاكله هو في علاقته بعائلته. مثلا فما الإدمان الإلكتروني، فما الإدمان، الإدمان حتى في الليسي، المخدرات، فما المخدرات حتى في الحي. باللي انت تربي وانت توصي تلقى صاحبه عنده مخدرات باش يتبعوا، فمتى فما حتى علاقات، معناها يعني المحيط ياثر مدام. المحيط ياثر، يخرج البر يلقى روحه ضايع، فهمت، يلقى روحه كانه الناس تصطاد فيه. نجم يدخل على مبادئه اللي تربى عليها والقيم، ضعيف شخصية مازال مادام ما تدربش على تجارب الحياة. شكون اللي لازم إذا كان يلقى السند، ورغم أنه يتصادم مع السند اللي معاه، فهمتي، ما يتقوى عليه الطرف الآخر، مش يتقوى بطريقة، معناها يحاول يحتويه، يعني معناها يسنده، ما يبعدش عليه، فهمت. أنا تعرض ولدي الحقيقة لبرشا حاجات كيما هكا، وتعبت أنا باش نصلح، وهو كان قراي برشا وبرشا لا وجبدوه برشا، فهمت. نجم تحكي لنا التفاصيل باش نتعلموا من تجربتك؟ والله هو خاص شوية الموضوع، مش هو ولدي كان ممتاز في الابتدائي، معناتها حتى معناها كي تبدا دروس بيداغوجيه، معناتها المتفقد ديما مواكبه، فهمتي، ذكاء وكل. بون كان باش ينجح نموذجي، لكن وقتها مات بو، فهمت، الله يرحمه، بو في اكسيدون. اول حاجه كي مات في اكسيدون ما فماش حتى احاط، خاصه بربي وزاره المراه. بوهم مات اكسيدون، وهم ثلاثه مراهقين، الكبيره 15 14 12، فهمت، بربي كي وزاره المراه، وزاره التربيه معلم يقري هكا، ولا وزاره الصحه طبيب يداوي، وزاره المراه شو تعمل، شو تعمل في وضعيه هكا؟ هي بالحق شنو تعمل وزاره المراه؟ هي انا متابعه تونس ولا اي نورمالمون فما احاطه ولا اي؟ ما فماش وزاره التربيه، وزاره تقوم دورها. المراه موجوده شكلا في البلاد التونسيه، ما فماش. انا قلت كل واحد تعرف دوره في الشقوم، فماش. انا قمت بهم وحدي، حسيت ما وصلوش كما حبي. الصغير قلت لك معناتها مشى شويه، معناتها من اصدقاء السوء والحكايات هذوكم، وتخلى شويه على قرايته، لكن انا معناتها كنت ملازمته في الاوقات الكل، معناها عن طريق اصحابه وعن طريقه هو، ما بعدش عليه، فهمت، وكان معناتها يوصل عنيف برشا وكل، كنت انا ما نحاول ما نتصادمش معاه، فهمت، وكنت حتى كي ما يحبش يحكي حاجه نعرف اطراف اخرى، اصدقاء اخرين ولي نحكي معهم عن طريقهم هما، فهمت. هو ماذا بيه، هو يحب وحده يشوف كل شيء صحيح، كل شيء، فهمت، لبيته اللي نقدر عليه، حتى اغراءات ماديه معناتها، فهمت، هاي وقت تيان وما نعرف شنو، وكان يحب هاي لبسته وعشو. كنت في علاقه كبيره مع الاستاذ، حكيت مع الاستاذ، والاستاذ كان فما اللي متفاهم يجبد فيه ويحكي فيه معايا. مدير المعهد زاد يرحم والديه كان عاوني الحقيقه، هو قال لي راهو باهي وكل، والاستاذ يجمع انه باهي، اما هو راهو باش يقع انفلات، هو معناه، فهمت، رغم اني ضحيت على اخوته الاخرين، فهمت، خاطر هو باهي وذكي، الحمد لله نجح الباك، مشى هندسه وتوا شاد الطريق الصحيح. تجاوز اما بصعوبه الولي، لا انا نتصور كان جا واحد يتصادم كيفه وقوي كيفه، معناها يذيع. غياب الاب مدام في الوقت هذاك كان عنده دور أو كبير برشا، بالحق الاب السلطه، السلطه، اي الام يطغى عليها الحنان، فهمت،
أما الأب بالسلطة. هما كانوا ممتازين، كانوا من الأوائل، وتعرف بوم مربي ولا مربي، فهمتي؟ اوكي، يدور يدور ورجع للأصل معناها. إي، أما مش كما حبيت أنا حتى في قرايته، معناتها حتى في شنو حبيته يكون؟ خوه الآخر بون وقعت له مشكلة، هو باش يعدي الباك، معناها مزال تعارك مع واحد، معناتها في كورة ولاد حومة شدوا في بعضهم، في تدخلات، فين درا شنو، توقف ولدي وهو يعدي في الباك 3 أيام. هو مشى ولدي راني فيه في الصالة اونترين معاهم، فهمتي؟ جاه الطفل خلطت عليه للصالة، ولدي معناتها وقع، انا حسيت وقتها مرض ولدي وبقى يتابع تعب لتو. اي ولدي الاخر الوسطاني ما تفهموش لتو، وافقت مدام بين دور الام والاب بعد وفاه ابوهما؟ هي بالنتيجه، النتيجه ما وصلتش كما حبيت، دونك ما يسميش توفيق، ما يسميش وفقت. شنو هو النتيجه اللي كنت تحب عليها؟ اولادي يقراوا، معناتها يتخرجوا، معناتها ايش عندك من واحد تخرج؟ لا، الصغير هذا اللي شديت فيه ومازال، الهندسه مازال بريباراتوار، الاخرين لا. وصلوا المستوى معناها محترم ولا؟ باك بالسيف انا القرايه مهمه. ماخذين الباك نتاعهم ولا؟ لا مش ماخذين، انا قلت لك والقرايه الحقيقه هذيك اللي شو اما ما تخدمش الا غالب معناتها، اما اقرا لي صحيتك، اقرا لي اوصل لي، اقرا لي اقرا لي بعد بعد حتى قاري وبطال خير من خير برشا. سنة وعندك دبلوم خير من نهار وتلقى فرصتك، تجي نهار ولا حتى تتعامل مع وضعيتك بذكاء بثقافه مستوى فكري، ما مش لازم نربطوه بالخدمه يعني. يعطيك الصحه. لا، ولو حتى مش يكون بطال ويبدو مثقف برشا، يعرف كيفاش يتعايش مع الوضع نتاعو، السلوك نتاعو يكون خير من السلوك نتاع الشخص البطال. اي خدمه يقول اي ميساج، انا باش ناخذ مصروفي اليومي، انا باش بثقافته، فهمتي؟ يقول انا نعيش الوضع هذاك نقبلوا لاني على خاطر وصلت هكاك الوضع البلاد، ولا غالب اما مش كي يبدا مش مثقف لازم يعمل حاجه اخرى. هذاك علاش ديما ننصحوا صغيراتنا كملوا قرايتكم، راهو القرايه باهيه كمستوى فكري باهي برشا، يعني مش لازم تخدم. صحيت، مش لازم تخدم بالحق. انا شوف نقول كرشك ولا قرايتك، قرايتك اولى، الكرش اي حاجه، ما اما القرايه هذيك اللي تسمى ما هيك. على كل، يعطيك الصحه يا مدام، نخلي لك الكلمه الاخيره. الكلمه الاخيره، انتم اولاد تونس وانتم الامل نتاعهم، هذا كله باش يتعدى. هالحكايه كلها، الانفلاتات كلها وهالضغط كله راه باش يتعدى، وتونس باش تكون ما خير، وتكون ما خير بكم انتوما اذا كان انتم قبلتوا وضعكم وصلحتوه. اما اذا كان انتم هربتوا من وضعكم ومشيتوا لبلاد اخرى وخليتوا تونس، تونس باش تغرق، وولدك حتى كان باش تمشي للخارج وولدك باش يقول لك يا بويا هزني لتونس، وين تونس؟ وين عملت انت تونس؟ انت هربت وخليت. فهمت؟ ما تمشي تكون غادي في بقعة ما عندكش فيها غرس. شكرا يا مدام.